عودة لنشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في تعاملات الأسبوع الماضي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقايضة نحو 3 مليارات جنيه، واتجهت تعاملات الأجانب والمصريين نحو البيع، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء. لمزيد تابعوا التقرير التالي. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع اللي فات بشكل طفيف، وحققت الأسهم مكاسب وصلت لحوالي 3 مليار جنيه. وكانت حالة شح السيولة هي المسيطرة على التعاملات في السوق خلال تعاملات الأسبوع، ولم تتجاوز 300 مليون جنيه تقريبا خلال الخمس جلسات اللي فات. تعاملات الأسبوع اللي فات ارتفعت قيمة إجمالي التداولات فيها، وصلت لتقريبا 4.8 مليار جنيه، وده مقابل 2.8 مليار جنيه في الأسبوع السابق ليه، وده ارتفاع جيد مقارنة بحجم السيولة القليل اللي كان في السوق. المستثمرين العرب كانوا هم القوى الشرائية الوحيدة في السوق تقريبا، وسجلوا مشتريات وصلت 285 مليون جنيه في مقابل مبيعات للأجانب والمصريين. توقعات الأسبوع اللي جاي بيستهدف فيها المؤشر الرئيسي 6200 نقطة تقريبا، بدعم من الأنباء الإيجابية اللي اتكلمنا عنها والطروحات الجديدة المنتظر إنها تتم خلال الأسبوع المقبل. Thank you.